يوم واحد مع طالب في الصف الثاني الابتدائي في الصين. يانغ سونين ولقبه جوجو يبلغ من العمر 8 سنوات وهو تلميذ بالصف الثاني الابتدائي ببكين، يستيقظ الآن للاستعداد للذهاب إلى المدرسة. هذا والد جوجو وهو يعد الفطور الآن. ما الذي يتناوله عادة جوجو في وجبة الفطور؟ لا يزال 15 أيام للاحتفال بعيد الميلاد، وشجرة العيد الميلاد في المنزل جاهزة بالفعل. ما أفضل هدية عيد ميلاد قد تلقيتها يا جوجو؟ بعد تناول وجبة الإفطار، يوشك جوجو على الذهاب إلى المدرسة. يلزم المدرسة الابتدائية المقيم بها جوجو الجميع ارتداء الزي المدرسي كل يوم 2، والسماح لهم بارتداء الملابس الخاصة بقية أيام الأسبوع. جوجو، ماذا يعني فريق النسور بأسفل سترتك؟ من يأخذك إلى المدرسة كل يوم؟ ماما. بعد ولادة جوجو، اختارت والدته ترك وظيفتها لتصبح ربة منزل. ما هو كتابك المفضل يا جوجو؟ هاري بوتر، بين جينغان، وجوشيوان يومورا. إذا كان لديك قوة سحرية الآن، فما هو أول شيء ستفعله؟ تعبير فوديمو. يسكن جوجو على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المدرسة، وهو الآن على وشك أن يبدأ يومه الدراسي. بالصين كثير من الأولاد الصغار بيوصلوهم التيتا والسيدا الأجداد على المدرسة، لأن الأب والأم بيكونوا مشغولين. كثير من الأهالي بيكونوا أكبر مهمة عندهم الطفل. خلينا نروح نشوف اليوم كيف نقضي يوم واحد مع طالب عمره 8 سنين. هذه الفتاة الصغيرة هي التي تفحص درجة الحرارة للآخرين. جوجو، كم صف لديكم؟ 6. كم طالباً في فصلك؟ 15. من هو الولد الصغير الذي يقف على المنصة؟ هذه هي معلمة الفصل لجوجو، المعلمة غوان. في الصين، معلم الفصل لديه السلطة العليا في قلوب طلاب المدرسة الابتدائية، فإذا كان الطفل مشاغباً، فما على الوالدين سوى تحذيره بقولهم: إذا فعلت ذلك مرة أخرى، فسوف نخبر معلم الفصل، ما يجعل الطفل يتمثل للأوامر على الفور. بدأت الدروس، وكان أول شيء هو رفع العلم. جوجو جوا مركز بالحصة، الطلاب هلأ عم بياخدوا حصصهم، فبالوقت هذا خلينا نمشي نشوف إيش كمان موجود بالمدرسة. يلا. المبنى التعليمي نظيف للغاية، هذه اللوحات جميلة جدا، وذاك المقصف، ومواد الوقاية من الأوبئة على باب كل فصل. هذا هو سجل التطهير للفصل، وهذا هو مكان المياه في الصين، ثم عادة شرب المياه الساخنة، ولكن الماء الساخن هنا لا يمكن استخدامه إلا عن طريق المسح بالبطاقة تفادياً لحرق الأطفال. هناك أيضاً مطهر فوق خزان المياه. المدرسة الابتدائية هاي الموجودة فيها جوجو من واحدة من أحسن المدارس الابتدائية في بكين. هلأ حوالين المدارس الابتدائية المنيحة كتير في بكين في كونسبت، معناته إنه البنايات هاي بتكون كتير قريبة من المدارس المنيحة، فالأهالي أول ما يولد الطفل بيجوا بيشتروا بيوت جنب المدارس المنيحة عشان أولادهم يفوتوا هاي المدارس. البيوت هاي غالية جدا، حوالي الواحد متر مربع 130,000 يوان صيني، حوالي 20,000 دولار أمريكي. تتخيلوا هذا السعر؟ جوجو، إلى أين ذاهباً أنت الآن؟
الحصة الأولى قد انتهت، والآن المعلم سيأخذ الجميع إلى غرفة الموسيقى لحضور الدرس هنا. اليوم في غرفة الموسيقى سيتعلم الطلاب القرع على الطبول الأفريقية. أول شيء تفعله المعلمة في الفصل هو وضع القواعد للجميع. فعلا ما تقوله المعلمة هو الأكثر تأثيرا على نفوسهم. درس الموسيقى قد انتهى، جاء الجميع إلى الملعب، والآن حان الوقت للممارسة الرياضة. من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية في الصين، كل صباح بين الحصتين الثانية والثالثة هناك حوالي 20 دقيقة من النشاط البدني في الملعب. جميعهم يقولون مرحباً لي، هل يعتقدون أنني معلمتهم؟ هاي آخر حصة قبل استراحة الغداء، حصة الرياضيات. الكل بيعرف الرياضيات تاع طلاب الصين من أقوى الرياضيات في العالم، فخلينا نشوف إيش بياخدوا بحصة الرياضيات للصف الثاني. في هذا الدرس سيتعلم الجميع جدول الضرب. المعلمة توجه الجميع باستمرار اكتشاف القواعد من تلقاء أنفسهم. سأحاول أيضاً أن أكون معلمة رياضيات اليوم. حان وقت الغداء، ولكن يبدو أن حماس الجميع تجاه اللغة العربية أكبر من حماسهم لتناول الغداء. بسبب الوباء يتناول الأطفال للآن الغداء في الفصل بدلا من المطعم المدرسي. أيتها المعلمة، ما نوع الطعام الذي تم تحضيره اليوم؟ جنبيدة، تحفوار، جدام
给他们准备甜点。A 麦德拉塞勒德哈沃什巴塔兰。啊，也有准备，我们都会提前问好了，然后开学的时候就开始统计。كل شهر يقوم الآباء بدفع رسوم وجبة الغداء عبر الجوال، وهو ما يقارب $3 لكل وجبة. بعد تناول الغداء، يطلب من الأطفال تنظيف مقاعدهم تحت إشراف معلمة الفصل، وبعدها يمكن للجميع الذهاب إلى الملعب. انتهى وقت الغداء، بعدهم نزلوا تحت يعملوا استراحة ورياضة صغيرة، وهلأ رجعوا عشان ياخدوا الناب، وقت النوم لبعد الظهر. طلعوا كيف نايمين، بس هداك عريف الصف هو ما بينام، هو بيراقبهم يناموا وياخدوا راحة. بعد الظهر الحصة الأولى هي التربية الرياضية. الآن يتدرب الجميع على الانعطاف من اليسار إلى اليمين وتغيير التشكيلات. نبدأ الآن المحتوى الرئيسي لحصة التربية الرياضية، ممارسة القفز فوق الحبل. يقفز جوجو بشكل جيد جداً. زي ما شفتوا طلابنا اليوم صاروا ماخذين حصص رياضية أكثر من واحدة، لأنه بالصين هلأ الحصص الرياضية مهمة جداً، فالطالب من الصف الأول للصف السادس كل سنة رح يكون له اختبار بآخر السنة عن الوزن، الطول، الركض ونط الحبل، وهذا رح يأثر بمعدل الأخير عشان توصل لمدرسة أحسن لما توصل الصف السابع تامن تاسع. الطالب في الصف الثاني الابتدائي جوجو لديه 6 حصص كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، معظمها تتعلق باللغة الصينية ومادة الرياضيات، تليها التربية الرياضية والموسيقى والعلوم والأخلاق وسيادة القانون. بالإضافة إلى ذلك هناك اجتماعات الصف. الحصة الأخيرة لهذا اليوم هو اجتماع الفصل. ينفذ كل فصل أنشطة بناء على موضوعات مختلفة، واليوم ملء دليل التقييم الذاتي. سيقيم هذا الدليل أداء كل طالب خلال تلك السنة من المستويات 5: الأخلاقية والفكرية والجسدية والفنية والعمل، وينبغي أن تصاحب نتائج التقييم الجميع طوال المرحلة الابتدائية. ولكن يبدو أن أصعب شيء على جوجو هو اختيار معلمه المفضل. أي معلم كتبت عنه؟ 这是关老师，这是我们雄鹰冰球队的那个李老师，这是那个我们选甲队的孙教练，这是我们选甲队的邱教练，这是那个选甲队的王胜利教练，就是Nikita，然后这个是边老师。هناك الكثير من المعلمين الذين تحبهم. اليوم الدراسي قد انتهى. بالإضافة إلى الدورات العادية، ترتب مدرسة جوجو بعد الظهر اليوم دروساً إضافية لمدة ساعة إلى ساعتين من الدروس المفيدة، بما في ذلك كرة السلة والرقص والجوقة والخط ودورات أخرى مختلفة. اصطحبت الأم جوجو وذهبت به إلى الفصل الهوايات. هل سمعت عن دبي؟什么海死海，嗯，是我们那边的，很约旦。哎，你听说过伊拉克吗？没有。叙利亚？没有。黎巴嫩？我对阿拉伯国家没啥了解。埃及可以。埃及，对，那就是埃及是个阿拉伯国家。是的。هذه هي صفوف النشاطات اللامنهجية لجوجو لتعلم هوكي الجليد. 大宝，我问你，你最多一分钟跳绳能跳几个呀？160。哦，最多能跳190多。那你会跳双摇吗？我会。你会跳交替吗？你会这样跳吗？يا لرغبة الأولاد في الفوز والهزيمة حتى في مجال نط الحبل. 你玩书本要诗吗？我妈不让我玩游戏。 في أي عمر بدأ جوجو ممارسة هوكي الجليد؟ 4岁到4岁半吧，差不多. لماذا وقع جوجو في حب لعب هوكي الجليد؟ 他特别小的时候带他去商场，然后商场里有好多商场是有那种冰场的。
然后他就特别偶然看见有穿着护具训练的哥哥们，然后他就对这个特别特别感兴趣，他觉得特别酷。أحيانا تشعرين بالقلق عليه أليس كذلك؟ 毕竟属于竞技项目，还是团体项目，他们每周都有比赛啊，比赛的时候使不上劲儿，特别急。هل تأملين أن يأخذ مسارا احترافيا في المستقبل؟ 我是没有这个想法，现在我其实就是作为带他从事一个强身健体的项目，因为他自己对这个特别感兴趣，可能侧重的就多一些，如果一直保持兴趣那就也可以，练几年如果他觉得这事儿没意思了，你这家长想太多也没有。مثل ما ام جوجو حكت لنا كثير من أطفال الصين عندهم حصص هوايات لا منهجية، حتى الأهالي لما كانوا صغار كان عندهم حصص بيانو، وهلأ تفوق بطل صار بس حصص البيانو، هلأ عندنا حصص الهوكي. أنا قدمت قبل كم من سنة حصص للصغار حوالي 4 سنين 11 سنة يتعلموا تقديم باللغة الصينية أو باللغة الإنجليزية. هلأ كثير حصص عم بتفوقوا، الأهالي عم بدفعوا مبلغ كبير عشان أولادهم يدرسوا هدول الهوايات اللا منهجية. مثلا اللبس تاع الهوكي الجوجو لابسه حقه 6000 يوان تقريبا 1000 دولار أمريكي. فالمبلغ هذا مش صغير، فخلينا نروح نشوف قديش حق الحصص الهوكي مع بعض. يلا مثلا زي ما شفتوا حصص الهوكي هنا، اذا نفس اللي بيحضرهم جوجو من 3 لـ 6 اشخاص بالحصه الواحده للساعه واحده 400 يوان، بس اذا بياخذها حصص برايفت بس لشخص واحد اذا للشخص الواحد 60 دقيقه يعني ساعه 900 يوان. اخيرا عاد جوجو الى البيت. هل تشعر بالتعب بعد اللعب كل يوم؟ لا. هل ما زلت تمتلك الطاقة للقيام بواجبك المنزلي؟ يوما بيش توي يوم لما ما لا. ألا توبخك المعلمة؟ مش لاش ليو توي سنين جي تليو توي شوفا يوكنا لما هوي رنو يتيال خوالو برانو شي توي ناشا بوكنا 来了。يبدو أن جوجو يتمتع بشهية جيدة بعد لعب هوكي الجليد. 今天上学还有什么好玩的事吗？阿拉伯数字和阿拉伯语。阿拉伯数字好奇怪。咱们写的不是阿拉伯数字吗？是印度数字。那可是它叫阿拉伯数字。它名字叫阿拉伯数字，其实它是印度数字。啊，是吗？就说十不是这样吗？啊，是一个那个阿拉伯数字是十，一个一在一个点儿。لحسن الحظ لم تطلب الأم من جوجو أداء واجباته المنزلية اليوم، وبعد الاستحمام أصبح بإمكانه قراءة كتابه المفضل لفترة من الوقت. زي ما شفتوا انتهى اليوم تاع طالبنا الصغير جوجو، هلأ تقريبا الساعة 8:30 بيقرأ كتابه وبعدين رح يفوت ينام. زي ما شفنا اليوم حياة الطالب الصيني للمدرسة الابتدائية الصف الثاني مليئة بالنشاطات والحيوية، مش زي فكرة الناس لما تحكوا الأولاد الصغار هنا عندهم كتير ضغط وكتير امتحانات وكتير دراسة، بالعكس حياتهم مليئة بالنشاطات والحيوية. فزي ما شفنا المعدل ما بيعني كل شيء. أنا ميرنا معاكم، شوفكم المرة الجاي.